يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أبيات أمية بن أبي الصلت التي أنشدت للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنها ضعيفة، فهل يستدل بها في باب العقيدة؟ من اللي قال أنها ضعيفة؟ هالحين دلوا يضعفون كل شيء، طلع ناس من كل شيء عندهم ضعيف، اللي ما يعرفونه يقولون هذا ضعيف، هذا يحتاج إلى تثبت. والشيخ تقي الدين إمام وحافظ وقد ذكرها واستدل بها، أيهها اللي يقول أنها ضعيفة وهو ما يدري؟ نعم.